بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذه الآيات في سياق الآيات التي ذكرها الله في غزوة أحد وما جرى فيها من العبر والعظات لأهل الإيمان. ومن ذلك كما سبق أنه بعد نهاية الغزوة وقفول المشركين إلى مكة، بدا لهم أن يرجعوا على المسلمين مرة ثانية ليستأصلوهم بزعمهم. وصادف ذلك مجيء رجل يقال له نعيم بن مسعود، فحملوه رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مضمونها أنهم سيرجعون إليهم ويقضوا عليهم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر من حضر وقعة أحد من المسلمين أن ينفروا في اليوم الثاني، فنفروا على ما فيهم من الجراح وما فيهم من المصيبة، نفروا ونزلوا في مكان يقال له حمراء الأسد ينتظرون قدوم الكفار. فلما علم الكفار بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لملاقاتهم أصابهم الذعر، وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة. فمضوا في طريقهم إلى مكة منهزمين وخائفين، وكفى الله المؤمنين القتال وحصلوا على الأجر العظيم، حصلوا على طاعة الله ورسوله. الله جل وعلا قال بعد هذه الآيات: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي هذا الخبر الذي جاءكم من الكفار وفيه التهديد والوعيد إنما هو من الشيطان، من عدوكم الشيطان. يخوف أولياء، أي يخوفكم بأوليائه في أنهم سيرجعون عليكم ويقضون عليكم. وقيل المراد بالشيطان الرجل الذي جاء بالخبر، وهو نعيم بن مسعود، وهو شيء من شياطين الإنس، أو هو المراد بالشيطان شيطان الجن. وعلى كل حال، إنما هذا الخبر الذي جاء عن الكفار فيه التهديد والوعيد إنما هو كيد من كيد الشيطان،
قال الله جل وعلا: فلا تخافوهم، فلا تخافوا الكفار. وقيل يخوف أولياءه، المراد بأولياءه الكفار على الوجه الأول أهل مكة، وقيل المراد بأولياءه المنافقين الذين في المدينة، أنهم لما بلغهم الخبر أصابهم الرعب وأصابهم الخوف وتكلموا بكلام سيء، فهؤلاء هم أولياء الشيطان. فالمراد بأولياء الشيطان إما الكفار وإما المنافقون، يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، أو يخوف أولياءه من المنافقين. قال الله جل وعلا: فلا تخافوهم، هذا نهي من الله أن نخاف من المخلوقين مهما كانوا من القوة ومهما كانوا من العدة، فيجب أن يكون خوفنا من الله سبحانه وتعالى ولا نخاف من المخلوقين، لأن الخوف نوع من أنواع العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، وهو الذي بيده الأمر. ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف غير الله أخافه الله من كل شيء، كما في الحكمة. ولهذا قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين، فدل على أن الخوف من الله من الإيمان، وأن الخوف من غيره من النفاق أو الشرك أو الكفر. إن كنتم مؤمنين، أدل على أن الخوف من غير الله ينافي الإيمان أو ينقص الإيمان. والخوف كما ذكر العلماء على قسمين: خوف السر وهو خوف العبادة، وهذا لا يكون إلا من الله، وهو الخوف من الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، يخاف المخلوق أن يصيبه بها، هذا خوف عبادة وهو شرك أكبر، كالذين يخافون من الجن والشياطين، أو يخافون من الأموات والأضرحة أن تصيبهم بسوء، فهذا هو خوف العبادة وهو شرك أكبر. النوع الثاني شرك أصغر، وهو إذا خاف من المخلوقين وترك ما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا ترك واجبا خشية الناس فإن هذا نوع من الشرك، لكنه شرك أصغر. والنوع الثالث الخوف الطبيعي، وهو الذي ليس معه ذل وليس معه خضوع وليس معه ترك واجب من واجبات الدين، وذلك كالخوف من السبع والخوف من العدو والخوف من البرد والحر، فهذا خوف طبيعي ليس معه ذل وليس معه ترك لما أوجب الله سبحانه وتعالى، ولا يؤاخذ عليه الإنسان. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.